وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد السيد أحمد حسن جناحي رئيس أول قسم الشركات ودعم العملاء، أكد أن برنامج تطوير الأعمال متاح لجميع المؤسسات الراغبة في تطوير أعمالها بشكل عام. أولاً، إعادة إطلاق هذه جاء طبعاً مثل ما تفضلت أنت قبل شوي في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن خلاله راح نطرح النسخة الجديدة من برنامج تمكين لتطوير الأعمال. ترجمة هذا الكلام بلغة بسيطة، إن شاء الله الإعلان كان عن قيام تمكين بإعادة طرح كافة برامجها بشكل تدريجي مع التركيز على دعم توظيف البحرينيين في إطار مواصلة الجهود الوطنية لجعل المواطن البحريني الخيار الأفضل والأول في سوق العمل. طبعا احنا نحرص في تمكين على تلبية حاجات السوق، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا، والعمل بشكل تكاملي مع كافة الجهود الوطنية لتعزيز فرص دعم القطاع الخاص والأفراد بما يحقق قيمة مضافة في السوق، وإعادة فتح باب التسجيل في برنامج تطوير الأعمال اعتبارا من يوم الأحد مثل ما تفضلت الموافق في 21 فبراير الجاري، هو جاء بعد طبعا إجراء تحديثات من شأنها تعزيز نمو واستدامة هذه المؤسسات بشكل يسهم إن شاء الله في مضاعفة الأثر المستدام للبرامج المطروحة.